السلام عليكم. اليوم كالعادة راح نتكلم على التهيئة العمرانية في الجزائر، وسوف أخذ مثال على ذلك مدينة باتنا. وقبل ما نبدأ في الموضوع نفتح واحد القوس على بلادنا الجارة هذه المروك، هنا نشوف كاين بين المروك والصحراء الغربية كاين حدود، وهذه الحدود مش الجزائر اللي وضعتها، مش الجزائر المسؤولة على هذه الحدود. هنا شوفوها بالأحمر، هذه خريطة وضعها الأمريكان، هذا جوجل إيرث، مؤسسة عريقة معروفة عالميا، أمريكا أمريكية، الجزائر لا تتحكم في أمريكا ولا في جوجل. إذن هذه هي هنايا الحدود موضوعة، رغم أن في المروك ورغم أن في حلفائها ونغلق القوس ونعود نرجع إلى المشكل تاعنا الجزائر، وهو مشكل التهيئة العمرانية ومشكل المدينة بصفة عامة. وناخذ كمثال مدينة باتنا، نروح نشوفوا مدينة باتنا، إن شاء الله تكون الصور تكون لا كونيكسيون الانترنت يكون مليح باش تجينا الصور واضحة. دير نروحو لمدينة باتنا هنايا، وهنا في البداية قبل ما تتضح الصورة نشوف أن الاختيار مساحات الخضراء غابية غابات دائرة كلية بمدينة باتنا، وهذا شيء مليح شيء جيد أن تكون فيها مساحات غابية كبيرة جدا. هنا عندنا البارك ناسيونال تاع الشيليا، نوقع في ولاية باتنا. وهنا نشوف نقرب للمدينة، نشوف الأحياء هنايا، التيران فاغ هنا، نشوف الوقع الأوعية العقارية فارغة هنا وهنا وهنا، وغياب غياب 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 التهيئة، غياب التهيئة هنايا، غياب التهيئة، شوف هنا غياب نتاع التهيئة. هذا أمر شوف لهنا، هنا نشوف باللي الأمور هرب هرب على السيطرة. غياب غياب الدولة، غياب الدولة، هنا نشوف غياب الدولة، ونشوف أن الأمور خارجة عن السيطرة، أمور خارجة عن السيطرة. كيف يطيب يعني يطيب للمسؤولين النوم والناس عايشة في أماكن مثل هذه؟ لا تهيئة عمرانية، لا تهيئة، لا مساحات خضراء، لا ساحات. شوف يعني الناس كيفاش عايشة، شوف الناس كيفاش عايشة،
هنا نتكلم بالدليل. أنا مهندس، قريت في المدرسة الوطنية أبليكول بوليتكنيك تاع الحراش. أنا ما نهضرش في السياسة، نهضر بالدليل. نهضر بالدليل. كيفاش يعني يا طيب لإنسان يلبس الكوستيم والكرافاتة ويمر من هنا ولا يتحرك، لا يتأثر؟ شوف أمور ناس، شوف كيفاش عايشة. هل هذه هي الجزائر؟ شوف شوف، يعني القضية مش قضية وسائل ولا قضية أموال ولا قضية ميزانيات ضخمة، هي قضية تسيير، قضية تسيير، مسألة نتاع حب الوطن وحب الشعب. هذا مسألة نتاع ندير خدمتي دون لي ريغل دولار، ندير تجزئة، ندير تجزئة، ندير قانون، نتابع القانون، نتابع التجزئة تاعي، ندير تجزئات ونتابعها، ونخلي الناس تسكن، نقسم الأرض. الأرض كاينة ما شاء الله، الجزائر مساحات شاسعة، نقسم الأرض، نعطي لي زارشيتكت يقسمو، نجيب البلدوزار، ما نبنيش الطريق، ما نبنيش، ما نديرهاش، نديرها نتراسيها برك، نتراسي الطرق كيما هنايا، ونعطي للناس تبني، نمد التراب أو نبيع بسعر معقول يعني للناس، ونخليها تبني، نخليها تبني مساكنها ونتابعها. هذه مش أم مش ما تتطلبش أموال، تتطلب ضمير، تتطلب ضمير مهني، وتتطلب حب. لامور جي ترافاي فيني، نحب نشوفه عمل متقن. أين هو العمل المتقن هنا؟ شوف كل هذه المساحات خارج إطار الجمهورية، هذو الناس عايشين خارج إطار الجمهورية. أينكم يا مسؤولين؟ أينكم؟ وراهم المسؤولين هنا، وراهم. شوف هنا مجمع سكاني، هنا مجمع سكاني، هنا مجمع سكاني، هنا مجمع سكاني، وبين المجمع والمجمع مساحات ترابية، مساحات ترابية، مساحات ترابية، لا تهيئة، لا شيء. شوف مساحات هنا، مساكن هنا، مساكن هنا، يعني أين التهيئة؟ وين راهي التهيئة؟ شوف هنا حتى داخل المدينة، داخل المدينة تهيئة، يعني أبي بري كاين ما كتير من الأوعية اون ايطا دو ديفريشمون ترابية، وغياب غياب المساحات الخضراء. كاين قوانين، يا دي شارت، لي فيل، المدن في العالم عندها ان شارت وين تحدد المساحات الخضراء، يعني البورسنتاج تاع المساحه الخضراء بالنسبه للمساحه المسكونه، ويعني وكاين فيها دي كونديسيون تاع التهويه، التهويه تاع المدينه كيفاش تكون، ويعني البناء كيفاش لازم يكون، يعني كاين قوانين تاع عمران لازم تطبق، لازم تطبق، لأن العمران يبقى
حتى وتبني وزين، تبني وزين، تبني وزين، الوزين هذاك إذا كان الإنتاج عنده يمشي في مرحلة، وفي مرحلة يعاود يتغلق الوزين هذاك، ما حش يبقى للأبد. لكن العمران يبقى إلى مئات السنين. العمران هو عملية التعمير، هي العملية الأبجدية للإنسان. الإنسان هي أول عملية يقوم بها، هي عملية التعمير، يعني يعمر المكان اللي يسكن فيه. هذه غريزة الإنسان. أين نحن من هذه العملية؟ دائما دائما نولي للمركز نتاع المدينة القديم، وما عندناش مراكز جديدة، وكل المراكز الجديدة كلها يا إما عمارات بدون تنسيق، أو أحياء شعبية مكتظة. شي رهيب والله، أمر رهيب. يعني نشوف الأحياء السكنية، شوف أين هو إحنا هذه العملية العمرانية نسموها لو جيني سيفيل. أين هو لو جيني من هذا العملية العمرانية هنا؟ وين راه لو جيني سيفيل هنا؟ أين هو لو جيني؟ يعني العبقرية تاع البناء، أين هي العبقرية في مثل هذا البناء؟ أين هي العبقرية يا مسؤولين؟ كيف يطيب لكم تلبسوا الكوستيم والكرافاتة، تخشنوا الرقبة، تخلوا الأمور هكذا، تخلوا الأمور هكذا؟ شوف يعني ماذا، هل هذه هي الجزائر؟ أنا أتصور يعني الناس، يعني الناس اللي تسكن في هذه المجمعات وكأنهم نمل. يا اللي تلبس الكرافاتة، يا اللي تلبس الكوستيم والكرافاتة، هل يطيب لك أنت أن تكون مسؤول على التعمير، ولا مسؤول على السكن، أو مسؤول على الولاية، وتترك الأمور هكذا توصل إلى هذه الدرجة ولا تتحرك؟ شوف، وأنا قادر نروح لأي مدينة في العالم عبر جوجل وندير المقارنة، لكن مانيش حاب ندير المقارنة، ما رانيش حاب ندير المقارنة، لأني أحب الجزائر ولا أريد أن أتكلم على دول أخرى، على مدن أخرى في دول أخرى. استغفر الله، اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.